بص يا ولية، بص كده العنوان ده كده، بص كده تاني ترومبو سايت ارجي فيز واي دوت سيلز بليتلت. اول مره نسمع عن ترومبو سايت. ايه ترومبو سايت دي؟ بليتلت. فانا دايما قلت لكم زي اول حصه، لما تيجي تسمع، لما تسمع اسمين لنفس الحاجه دايما احفظ الاسم التاني. طب ده اخر اسم بقى هنقول، يعني ده اخر واحد في الثلاثه. مفروض انه الار بي سي اسمها الثانيه ايه؟ الار بي سي اسمها الثانيه يا ولاد، قولوا معايا اسمها ايه؟ الاسروسايت. طب والوايت بلاد سيلز اسمها ايه؟ لوكوسايت. والبليت اسمها ثرومبوسايت. وكلمه ثرومبس يعني جلطه او تجلط دم، فهي خليه اللي بتعمل جلطات، ثرومبوسايت. حلو كده. هو اسمها الثاني، شوف بقى انا قلت لك ايه اسمها الثاني، بليتلت. ماشي كده يا دكاتره، هاتوا كرسي وتعالوا. هاتي كرسي معلش يا ولاد، معلش يا غلوش. لا 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 لا، الجاب ده ما بحبوش، تعالوا اطلعوا قدام. هاتي كرسي وتعالوا، معلش يا ولاد، معلش. معلش يا احمد، انا عارف انت جاي بس عشان ما يبقاش ناس ورا وناس قدام. ارجعوا طب حتى ورا بكراسيكم شويه. ايوه تعالي تعالي هنا يا دكتوره، احنا من غيرك وحط الكرسي وتعالي انت هنا. بص يا ولاد، ليك معايا. يبقى اول الكلام، بص خليك معايا، ليك معايا. ثرومبوسايت الخليه بتاعت الثرومبس، او اللي هي الاسم الثاني بتاع البليتلت، هي الصفائح الدمويه، وتسمم بالاسم ده يا ولاد عشان هي بتعمل جلطه او تجلط دموي زي ما هنشوف حالا. يبقى لما يجي يقول لك في الامتحان، خلي بالك يا مقاس سؤال، لما يجي يقول لك في الامتحان اتكلم عن الثرومبوسايت، يبقى هو هيحب يقول لك اتكلم عن مين؟ عن البليتلت. طب سؤال زي ده لما يجي، مش دي كده كده خليه سايت؟ يبقى اول كلامك تعالى يا يلا. ماشي ماشي ماشي، يلا مش مشكله مش مشكله عادي. ولسه في حد بره؟ حلو كده يا ولاد، بصوا بقى معايا بقى عشان نخلص الحصه دي. بصوا يا ولاد معايا غلو، ثرومبوسايت ده سؤال في الامتحان هوصفه زي ما بوصف اي خليه. ايه ده يا دكتور، هي الصفائح دي خليه؟ ايوه يا حبيبي، مش انا كاتب لك كلمه ايه؟ سايت. يبقى العناوين بتاعتك كالاتي، اول حاجه العنوان، عناوين الكلاسيك الاول لايت، ويا ولاد والكترون ده اهم حاجه فيه، وبعد كده الفانكشن اكتبها هنا اهو. يبقى التلات عناوين الكلاسيك هوصف بيهم الصفائح الدمويه او البليتلت. بس في عنوانين كده يا دكتور يعني زياده، عنوان اسمه الاوريجين، عايز اعرف الصفائح دي جايه منين، اصلها ايه، وعنوان اسمه لايف سبان. برضه انا عايزك تشوف العناوين بالطريقه دي، كان ممكن سهل قوي ان انا اقول لك هم خمس عناوين، 1 2 3 4 5، لا انا عايزك تشوفها كده، ثلاثه كلاسيك واثنين جداد. الثلاثه الكلاسيك اللي هم ايه؟ قول معايا، لايت والكترون وايه؟ وفانكشن. ايه العنوانين الجداد في البليتلت؟ الاوريجن والايه؟ ويز لايف سبان. تعال نخلص من الاثنين دول اول. البليتلت دي طب مبدئيا صحيح، اللايت عناوينه عاديه اول مره، شيب ونيوكليوس وسيتوبلاس، مش دي العناوين بتاعت اي لايت مايكروسكوب؟ صح. هزود برضو عنوان كمان يا بسمه، هزود عنوان طبعا لازم ازوده اسمه السايز. واحنا اتعودنا على طول ان كل خليه من خلايا الدم لازم يكون لها حجم. حد بقى يفتكر كده مع بعض؟ الار بي سيز اول واحده كان الدايمتر بتاعها ده يعني 7.5 مايكرومتر، الارقام دي مهمه. الثلاثه جرانيولوسايت كانوا قد ايه؟ من 10 لكام؟ ل 12.
طب حد فاكر الأجرانيولوسايت أكبر واحدة فيهم كان مين؟ مونوسايت كان كام؟ 18 ميكرومتر. معايا ياسمين؟ معايا؟ تمام؟ يبقى دلوقتي بص الأحجام كالآتي: 7.5 دي خلايا الدم الحمراء، إيزينوفيل بيزوفيل نيوتروفيل، التلاتة دول كام؟ 10 ل 12. بعد كده لينفوسايت ومونوسايت. لينفوسايت كان فيه منها أحجام كتير، مونوسايت قلت لك افتكر إنها كانت إيه؟ أكبر خلايا كانت كام يعني؟ 18. كل ده بتقوله لنا ليه؟ عشان أقول لك آخر حجم هتسمعه هو النهاردة البليتلت من 2 ل 3 ميكرومتر. إيه ملاحظات حضرتك على الرقم ده؟ أصغر خلية من خلايا الدم. معلومة دي تحط تحتها 10,000 خالص. ام سي كيو اهو، اكبر خليه هي مونوسايت، اصغر خليه هي بليتلت. تنساش بقى بالارقام، انا مش بتكلم اهو بالارقام يا خالد. اصغر خليه من خلايا الدم هي فعلا مونوسايت البليتلت، وحجمها من 2 ل 3 ايه مايكرومتر. طيب لما انا يا اولاد بقول طب انا اشمعنى بدات بالعنوان ده؟ عارف ليه؟ سبحان الله يا اخي، اصغر خليه من الخلايا الاوريجن بتاعها من خليه اسمها ميجا. ميجا دي على فكره نفس كلمه ماكرو، يعني حاجه كبيره قوي. ميجا كيريو سايت، يعني سبحان الله خليه اسمها ميجا تدي خليه صغيره جدا. فهمنا كده يا اولاد؟ يبقى عشان نحفظها دي ام سي كيو. الاوريجن الام المذر بتاعت البليتلت اسمها ايه؟ ميجا كيريو سايت. عايز اسمع جيد اسمها ايه؟ ميجا كيريوسايت. طب السايز بتاع البليتلت ايه؟ 2 ل 3، يعني عكس بعض. خليها اسمها ميجا تديك 2 ل 3. تمام كده يا اولاد؟ حلو قوي. اللايف سبان بيقول لك ان اي صفائح دمويه بتعيش 10 ايام. 10 دايز. عارف ان الار بي سي كام؟ 120. طب 10 ايام دي عدت عليا مين؟ ليه؟ صح. ليه ايه وليه؟ الترم الاول ميتوكوندريا. ياه ده من زمان قوي. هو من زمان تجميعه خلاص. 10 ايام دي مرتين، البليتلت والميتوكوندريا، دول الحاجتين عندك اللي ليهم لايف سبان 10 ايام. دي اورجانيل ودي خليه، مش مشكله، بس الرقم واحد 10 ايام. اكتب جنبيه كده زي الميتوكوندريا عشان ما تنساهوش. ماشي حلو كده. طيب يبقى دول عنوانين الكلاسيك. تعال بقى نبدا بالعناوين العاديه. الصفائح الدمويه شكلها عامل كده، عامل زي ايه؟ ديسك شيب. لو انت بتبص كده من الجنب او دايره يقول عليها ديسك شيب. ديسك شيب دايره من فوق او من ايه؟ من الاجناب بتبقى بالمنظر ده، عامل زي الصحن الفضائي كده. يعني فاهم ازاي؟ نفس المنظر كده، كده دايره وكده بتبقى بالمنظر ده، ديسك شيب. النيوكليوس هتلاقيني بكتب لك كده بمنتهى السهولة نو نيوكليوس. برضو احنا في اخر الشابتر فعايزين نجمع، هي دي المرة الكامل اللي اقول فيها نو نيوكليوس. الثانية طب مين خلية الدم الكمال اللي ما كانش فيها نواة؟ الار بي سيز. يبقى كده عندك كده معلومة تتحفظ هنا اهو، ان خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية لا يوجد فيها نواة. نو نيوكليوس دي خالد اتقال مرتين، مرة في اول درس ومرة في اخر درس، اول خلية واخر خلية. حلو كده؟ تمام كده يا اولاد؟ معايا بقى واحدة واحدة، تعالوا نقول من الأول تاني. الخلية بتاعتنا اسمها يا أحمد؟ ثرومبوسايت، وهو الاسم التاني بتاع البليتلت. الثرومبوسايت هوصفها بكام عنوان؟ توتال 5. اتنين جداد وتلاتة كلاسيك. تلاتة كلاسيك يا خالد، لايت وإلكترون ثم فانكشن. تعالى عنوانين الجداد، عايز أعرف جاية منين؟ وعمرها قد إيه؟ جاية منين دي أنا ربطتها لك بحاجة. حجمها صغير وبتيجي من خلية اسمها ميجا. واللايف سبان ربطته لك بحاجه، ان نفس اللايف سبان بتاع مين؟ ميتوكوندريا. كده انت مش هتنسى الاثنين دول، ميجا كيريوسايت و10 ايام، دول ما يتنسوش. حلو كده يا شباب؟ تعالى بقى على العناوين بتاعت الكلاسيك. شكلها عايز تقول كلمه ديسك شيب، حجمها افتكر انها اصغر خليه من خلايا الدم 2 ل 3 ميكرومتر، ما فيهاش نواه زيها زي ايه؟ الار بي سيز. تمام؟ خش على السيتوبلازم. شفت الخلايا اللي قدامك دي؟ اه. يا دكتور السيتوبلازم بقى قول لي اسيدوفيليك وبيزوفيليك والكلام الحلو بتاعك ده. لا امال اقول ايه؟ هقول هنا في السيتوبلازم واحنا بنبص لقينا بالمنظر ده يا ولاد، لقينا الجزء الوسطاني غامق والجزء اللي في الاطراف ايه؟ فاتح. تمام كده؟ طيب يعني واضح من الرسمه، الجزء ده غامق والجزء ده فاتح.
خلاص طبعا انت بتوصل تحت اللايت، يعني ينفع اقول الكترون الدنس والكترون نيوسنت؟ لا الكلام ده تقوله هنا، انما هنا الجزء الغامق هتقول لي عادي يا دكتور هو دارك، دارك سنترال اريا، واللي حواليه ده بيل بريفرال، بي بي اهو بيل بريفرال اريا. يبقى الصفائح الدمويه لما تبص على السيتوبلازم بتاعها هتلاقي جزئين، الجزء الوسطاني اقول عليه دارك ايه سنترال، وفي الاطراف ايه بيل بريفرال، بس ليهم اسامي يا فندم. الجزء الغامق ده الدارك سنترال اريا اسمه، بص اكتب اسمه فوق اهو، جرانيولو، جاي من كلمه جرانيول، مير، مير يعني منطقه، يعني منطقه الجرانيول. يبقى اكيد تركيبه ايه؟ اكيد تركيبه ايه يا اولاد؟ يعني ميتوكوندريا مثلا، تركيبه ايه؟ جرانيول. بص ليه بس ده التركيز يعني. البيل بريفرال اسمه هيالو مير، اسمه يا اولاد هيالو مير. هيالو يعني زجاجي او شفاف، يبقى دي منطقه شفافه او زجاجيه ودي منطقه غامقه فيها جرانيول، فبسمي دي هيالو مير وبتسمي دي ايه جرانيولو مير. حلو كده شبابنا، انا خلصت العناوين دي، تعال نقولهم مره كمان. نفسي تحفظ وانت قاعد كم عنوان يا اولاد؟ ها خمسه، ثلاثه كلاسيك واثنين جداد. ايه الاثنين الجداد؟ اوريجين اند لايف سبان. لايف سبان دي كام؟ 10. شبه مين؟ ميتوكوندريا. كده هتثبت معايا. الام بتاعت الثرومبوسايت اسمها ميجا كاريوسايت، ده سؤال ام سي كيو. مذر سيل اوف بليتليت از ميجا كاريوسايت، وافتكر البليتليت دي اصغر واحده والمذر بتاعتها ميجا، ميجا دي اكبر من ماكرو كمان. حلو كده يا اولاد؟ ماشي كده يا ترى؟ طيب خش بقى في عناوينك. شبه الاسطوانه، اصغر خليه ما فيهاش نواه، انا ما جبت سيره نواه هنا. بتتقسم لجزئين يا غالوش، سنترال دارك بريفرال بيل. السنترال دارك اسمه جرانيولو مير، والبريفرال بيل اسمه هيالو مير. عارف انت وانت بتتكلم في الالكترون هتتكلم عن الاثنين دول تاني بس بالتفصيل شويه، يعني هتقول لي رقم واحد هيالو مير، ورقم اتنين جرانيولو مير. طبعا دلوقتي احنا بنتكلم تحت انهي ميكروسكوب؟ الكترون. يبقى معنى كده ان حضرتك تقدر تقول بمنتهى السهوله ان ده الكترون ايه؟ ليوسنت. الكترون ليوسنت، للناس اللي لسه ما تعرفش هو ترجمه لكلمه بيل، صح؟ بس بيل دي تحت اللايت مايكروسكوب، انما ده تحت الالكترون مايكروسكوب. طب وهنا هكتب الكترون ايه؟ سينس. طيب بص انا هكتب سطر مكتوب عندك. الهيالو مير يا فندم هنرسم بليتلت كبيره قوي كده، وادي المنطقه اللي اسمها جرانيولو مير، الحته دي كده اهو، والهيالو مير هي كل الحته اللي في النص دي اللي في الاطراف اهو، هيالو مير. الكترون ليوسنت الكترون دنس، في مشكله؟ في مشكله يا اولاد في الحته دي؟ طب بص الكلمه الثانيه بيقول لك الهيالومير، ده الكلمه اللي هكتبها حالا، كفرد باي سيل ممبرين. اه صح، مش هي تحت السيل ممبرين على طول؟ مش الهيالومير، الهيالومير تحت السيل ممبرين، فبيقول لك كفرد باي سيل ممبرين. معلومه مهمه قوي، كفرد باي سيل ممبرين، كفرد باي سيل ممبرين. ماشي. المعلومه الثالثه بقى، عايز اعرف هنا يا بسمه هي ليه فاتحه؟ ما ده سؤال منطقي، لازم اعرف ليه اتسمى هيالو مير؟ ليه شبه الازاز؟ ليه فاتحه قوي كده؟ اكيد في سبب. بص يا اولاد، لو انت فاكر خليه الاوستيوكلاست، الاوستيوكلاست دي كانت الامتحان كان فيها كذا زون، اربعه، وكان في زون كده كان يقول لك كده غلوش لطيف، وكنت بقول لك عليها كلير زون، وحتى كنت بسالك سؤال مهم قوي في الشرح، تقول لك هي كلير ليه؟ تقول لي عشان ما فيهاش اورجانيل. والسؤال اللي بعده يا احمد، يعني فاضيه؟ تقول لي لا مش فاضيه. كان في حد فاكر؟ اكتين ومايكروتوبيول ومايكروفيلمنت. يعني معنى كده ان المايكروتوبيول والمايكروفيلمنت يا خالد، الانابيب الصغيره والاكتينوزين، لو كانوا موجودين في مكان لوحدهم ما بيدوش لون، انما الحاجه اللي تخلي غامق ميتوكوندريا، جولجي، ار اي ار، دي الحاجات اللي الاورجانيل دي تخليها غامق، انما المايكروتوبيول فيلمنت احنا ما كنا بنقيسها
كنا بنحسب النانومتر. فطول ما هي موجوده في مكان لوحدها بيبان لك المكان ده ايه؟ فاتح. يعني خلاصه الكلام، تفتكر حضرتك الهيالومير ده الالكتروليوسيد اللي تحت السيل ممبرين ليه فاتح؟ عشان كونتين يا ولاد مايكرو تيوبيول، انابيب صغيره اسمها مايكرو تيوبيول، وانابيب تانية اسمها مايكرو ايه فيلامنت اللي هي الاكتين والمايوسين. شوف كده معايا، شوف كده معايا. الالكترو كم جزء عندي جوه البليكلت؟ 2 هيالومير اند ميرامين. مين اللي في الاطراف يا اولاد؟ هيالومير. اللي في النص ميرامين. هيالومير هوصفه بثلاث سطور. اول سطر ان هو الكترون ليوسنت فاتح. تاني حاجه انه موجود فين؟ تحت السن ممبرين. انت بتتعامل مع واحد في الكلام كانه مش شايف الرسمه، فعايز تقول له على فكره ده اللي في الاطراف. قال لك لا مش عارف اطراف، اطراف ايه يعني؟ قول له على فكره ده اللي تحت السن ممبرين، كفرد باي سن ممبرين، تمام؟ وعايز تقول له بقى ايه اللي جواه؟ هتقول له والله يا فندم في انابيب صغيره وفيلامنت صغيره، مايكرو تيوبيول اند مايكرو فيلامنت. وايه ليه ربنا سبحانه وتعالى حط الانابيب والحاجات الصغيره دي هنا اهو؟ عشان يحافظ على شكل البليتلت، تفضل شبه الديسك شيب. يبقى دول كده تو منتين، منتين يعني يحافظ منتين الشيب اوف بليتلت. اكتب على جيفريزون، حط خط تحتها. ايه اهميه وجود المايكرو تيوبيول والمايكرو فيلامنت؟ اكتب كده اهو جيفريزون، تو منتين الشيب اوف ذا بليتلت، عشان احافظ على شكل الصفائح تبقى شكلها كده زي الايه؟ الديسك شيب. حلو قوي. الجرانيولومير بقى حته حفظ. طبعا هي الكترون دينس، صح؟ ايه اللي جواها يا عم الحاج؟ قال لك والله واضح يعني من اسمها منطقه الجرانيول، يبقى اكيد فيها جرانيول، يعني هيكون فيها ايه؟ جرانيول. هنكتب جرانيول كده في نص السطر، واكتب لك حاجه معاها اسمها جلايكوجين. يبقى افتكر ان الجرانيولومير فيها حاجتين بحرف الجي، جرانيول وجلايكوجين. ماشي؟ طب الجرانيول دي بقى، جرانيول يعني فيزيكال او حويصلات. بيقول لك في منها ثلاث انواع. احفظ الحته دي حفظ. جرانيول اسمها الفا جرانيول، وجرانيول اسمها دلتا جرانيول، وجرانيول اسمها لامدا، لامدا جرانيول. حط حرف الدي ده عندك في المذكرة. هو كاتب الدي او ال، مفيش او ال، دي هي كلها حرف الدي. لامدا بي دي، لامدا جرانيول. الفا ودلتا ولامدا. هو بقى بيصطادك هنا في الام سي كيو الكومبليت، على اساس ان انت في الاخر طبعا مع اللعبكه تقول الفا وبيتا وجاما والحاجات دي. لا شوف بقى، اسميهم الفا ودلتا ولامدا، احفظها كويس قوي. طب تفرق معايا؟ تفرق. كل واحد من دول فيه مواد غير التانيه. المواد دي محصله انت عارفها كلها غلوش، لان كل ماده تسمعها بتلعب دور في حدوث التجلط الدموي، تمام كده؟ بس هنا بقى حته الحفظ، لازم تعرف ايه الماده اللي موجوده في كل جرانيول. ماشي؟ انا هساعدك بطريقه بسيطه قوي. مبدئيا كده جرانيولومير فيها حاجتين بحرف الجي اللي هم جلايكوجين اند جرانيول. ايه جرانيول؟ الجرانيول كام نوع؟ اللي هم الفا دلتا ولامدا. حلو كده؟ طيب تعال نشوف الثلاث مواد اللي موجودين في الالفا. الفا قلت فيها حرف الاف، حرف الاف ده يتكرر ثلاث مرات. ماده اسمها فايبرينوجين، طبعا دي معروفه. ده الاب الروحي يا دكتور بتاع الجلطات. ماده اسمها بليتلت درايف جروس فاكتور. ادي اف ثانيه اهي. فاكتور اسمه بليتلت درايف جروس فاكتور. ممكن على فكره تكتب الاختصار. اكيد عدى عليكم في الفسيولوجي. وفي فاكتور كمان اسمه فاكتور اربعه. بليتلت فاكتور أربعة تحديدا. أدي يا عم الثلاث مواد اللي موجودين في الألفا جرانيول. أحفظهم إزاي يا دكتور؟ دول صعبين قوي. يا عم أنت مش قلت ألفا؟ نطقت حرف الإف. يا دكتور تفتكر إن في ثلاثة إف عشان بيجيبها كومبليت، ده تقريبا موجود في كتاب الاسم. سؤال كومبليت كده، الألفا جرانيول كونتين فراغ 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 فايبرينوجين واثنين فاكتور. فاكتور أربعة وبليت دايركت جروس فاكتور. سهلة كده؟ تعالى تشوف الدلتا. الدلتا فيها مادتين إخوات. إي دي بي ادينوزين داي فوسفيت واخوه الكبير
ادينوزين تراي، واحد داي واحد تراي، اي دي بي واي تي بي، ومعاه مادتين كده خالد، كالسيوم وسيروتونين. كالسيوم وسيروتونين، يبقى كم ماده عندي في الدلتا؟ اربعه. ايه هما؟ اي دي بي ومعاه اي تي بي، كالسيوم ومين؟ اللمضه دي لايزوزوم. مفيش اسهل من كده، اللمضه دي لايزوزوم. ادي يا عم الحته الحفظ ولا في اي حاجه. تعال نقولها تاني بقى، تعال نقولها تاني، تعال نقولها تاني. الاي ام كام جزء؟ بيرم. بره في حاجه اسمها يالومير، جوه في حاجه اسمها جرانيولومير. مين فيهم غامق؟ من الاسم واضح غامق. اه جرانيولومير. ومين اللي فاتح؟ طبعا هو متلخبط. الكلام ده باللاتيني لوم عادي بس احنا مش عارفينها، تمام. هيالومير زي ما بقول لك، كلمه هيالو زي هيالاين كارتريج، يعني زجاجي او فاتح. والسر كده انه ما فيهوش لا ميتوكوندريا ولا جرانيول ولا كلام من ده. امال في ايه يا اولاد؟ اوعى تنسى مايكرو تيوبيول ومايكرو. ايه فايدتهم؟ اهو تو مينتين الشيب اوف بليتلتس. يبقى هنا سؤالين جيف ريزون في بعض، ولا عايز في الشفا اقول لك هو ليه هيالو مير فاتح؟ عشان تقولي له يا دكتور اصل فيه مايكرو تيوبيول ومايكرو فيلمنت. طب ايه فايدتهم؟ مينتين الشيب بتاع البليتلتس كده الكلام. قول كده جرانيول مير، واضح من اسمها انها منطقه الجرانيول وفيها جلايكوجين. منطقه الجرانيول وفيها جلايكوجين. الجرانيول فيها كم نوع؟ اهم حته ثلاثه اسمهم الفا ودلتا ولامدا. اوعى حد يقول الفا وبيتا وجاما والكلام ده. الفا ودلتا ولامدا. وعايز اعرف المواد الموجوده في كل واحده. الفا حضرتك نطقت حرف الاف، قول لي ثلاثه اف يا دكتور. فايبرينوجين واثنين فاكتور، واحد اسمه بليتلت درايفد جروس فاكتور، وبليتلت فاكتور كام؟ اربعه زي الفل. تعال على الدلتا، اكتر مواد اي تي بي واي تي بي، سيروتونين كالسيوم، اللمضه دي ايه؟ لايزوزوم. تمام، حلو قوي. تعال نشوف الوظيفه، سيب العناوين عشان اسمعها لكم دلوقتي اهو، وتعال نشوف يا عم الايه الوظيفه بتاعتي. الوظيفه تلاقي عندك باراجراف كده كبير قوي، انا ما بحبش الباراجرافات. تمام، بص يا عم الحاج، احنا هنمسيها شكل حكايه. تعال نجيبها من الاول كده، والقصه دي انتوا عارفينها كلها وتقدر تكتب اكتر من هنا من الفسيولوجي 100 مره. بص يا عم، بدايه الاحداث وبدايه الشغل انه يحصل كات اوف بلاد فيس، وقعد دمه يتعور. كات اوف بلاد فيس، مش ده بدايه الكلام؟ ده بدايه الشغل. حلو قوي. ايه اللي هيحصل لما العقد دموي يتقطع؟ هيحصل ايه؟ بليدنج. ماشي، انا عارف هيحصل بليدنج. البليتلت اول ما يحصل نزيف ينادوا على بعض، ابراهيم عباس يتجمعوا مع بعض. تجمع البليتلت ده له كلمه علميه، لفظ علمي خطير اسمه بليتلت ايه؟ اجريجيشن. بليتلت اجريجيشن، بيتجمعوا مع بعض. البليتلت دي لها قدره عجيبه انها تلزق في بعضها، فلما يلزقوا في بعض يعملوا بلاد ايه؟ بلاد كلوت، اللي هو الاسم الثاني بتاع الثرومبس. يبقى الخطوه اللي بعد كده انه يعمل بلاد كلوت. طبعا بلاد كلوت دي او الثرومبس دي هدفها انها تقفل الايه؟ الوعاء الدموي اللي اتقطع، مش كده؟ يعني انت عندك وعاء دموي اتقطع، في نزيف. ايه اللي هيحصل يا دكتور؟ البليت تجمع بعضها وايه؟ تقف تسد الحته اللي بتنزف دي، يبقى عملت بلاد كلوت عشان تعمل ستوب. او حتى بيقولوا على البلاد كلوت دي بلاج. يعني ايه بلاج؟ سداده، صح؟ حاجه كده بتسد على ما تفرك كده يا عم، على ما الوعاء الدموي ده نصلحه، ماشي؟ بدل ما الراجل ينزف، لا احنا نجمع نفسنا ونقف كده في وش التيار الدم عشان نمنع النزيف. تبقى هي خطوات بالترتيب، وكل خطوه عايز كلمه، هتلاقي ملونه عندك في الكتاب والمذكره، تمام؟ احط تحتها خط في الكتاب. اول حاجه لازم اسمع منك كلمه كات اوف بلاد فيس، يعمل حركه اسمها بليتلت ايه؟ اه يعني ما تقولش حتى اديهيرنت، لا انا عايز معنى اجريجيشن دي، لانها كلمه علميه هتسمعها كتير قوي، معروفه دي بيت اجري. بعديها تعمل حاجه اسمها بلاد كلوت او بلاد تو ستوب بليد، تمام؟ بس يا دكتور الطيار يعني فظيع، هنعمل ايه؟ الدم هيزحزحنا يرمينا في الشارع، نعمل ايه؟ بص يا عم انا هساعدك، هعمل في البلاد فيس اللي بينزل ده غازه ايه؟ عشان اقلل النزيف. هو في ماده من اللي انا قلتهم هنا بيعملوا فازو كونستريكشن؟ ايوه، مين؟ سيروتونين. يبقى دي الخطوه اللي بعدها يا دكتور،
السيروتونين هيبتدي يعمل لك السيروتونين هيعمل فازو كونستريكشن عشان يقلل البلاد لوس. حلو كده ولا حد في مشكله؟ يبقى دي احداث فيلم عمال يمشي كده بس بدايته ان الوعاء الدموي بيتقطع تجمع البليتلت نفسها وتعمل بلاد بليتلت اجريجيشن. بليت اجريجيشن ده يعمل بلاد كلوت او سروم او بلاد سرومبس. صح سرومبس. السرومبس دي هتقفل الوعاء الدموي. كلام جميل. انا بقى عايز اقلل الدم فتعمل فازو كونستريكشن. خلاص كده انت زي الفل. ايه بقى الخطوه اللي بعد كده؟ حته مقطوعه من هنا وحته مقطوعه من هنا، وانا ربنا قدرني ان انا مسكت الناحيتين دول عشان امنع النزيف. اعمل ايه بقى؟ اقربهم لبعض. ده اسمه كلوت ريتراكشن كونتراكشن او ريتراكشن. يعني التجلط ده بيبتدي يقرب الناحيتين بتوع الوعاء الدموي من بعض عشان ينمو. ماشي كده؟ هو لما واحد جلده بيتعور تعويره كبيره بيروح الاستقبال بيعمل ايه؟ بيخيطه. بيخيطه ده انت بتعمل ايه؟ بتقرب الناحيتين. هو الوعاء الدموي وربنا بيعمل كده طبيعي لا خياطه ولا غيره. يخلي البليتلت الخطوه اللي قبل الاخيره اسمها كلوت ريتراكشن، كانك بتخيط الوعاء الدموي في بعض الناحيتين اللي اتقطعوا. فهمنا كده يا اولاد؟ يبقى دي الخطوه اللي بعدها انك لازم تعمل كلوت ريتراكشن. كلوت ريتراكشن. طيب عملت يا عم انا كلوت ريتراكشن بعد كده خلاص بقى انت مش عايز البلاط كلوت دي بقى البليت الدور بقى لو سمحتوا بقى اتكلوا على الله انت كده عملتوا اللي عليكم وقفتوا النزيف وقربتوا الناحيتين وخلاص لحمنا الوعاء الدموي والدنيا بقت زي الفل. هو اخر خطوه اسمها ايه؟ كلوت ريموفال. انت مش عايزه بقى. طب هو في ماده من اللي انا قلته ممكن تكسر البليت وتشيلها؟ في ماده من اللي انا قلته؟ لا خالص. واخر جرانيول كان اسمها ايه؟ مش ده لايزوزوم؟ ما هو اللايزوزوم اللي في اخر جرانيول دي غالبا مش كان لندا دي قلت لك عليها لايزوزوم. فايدتها حتى هو كاتبها كده عندك وهو بيقولها في الاول هي لايزوزوم. فايدتها تعمل ايه؟ ريموفال اوف بلاد كلوت. يبقى هنا كلوت ريموفال. ادي يا عم درس البليتت يا عم الحاج. انا مش عارف درس صعب في ايه ده. طب ما تيجي نسمعه كده مع بعض. سيب العناوين قدامك وتعالى ايه نشوف الكلام اللي في النص تلاقيه سهل جدا وما فيهوش حاجه. بص كده يا سيدي نمسح دي كمان. ادي الدرس بتاعك اهو. احفظ بقى كده معايا. احفظ معايا عشان ما تاخدش وقت في البيت. احفظ مش اتكلم. بص يا اولاد هو مين فيكم مثلا؟ بص يا اولاد بص يا خالد صعبه الحته دي مرتبطه باللي فاتت. انت يا خالد مش مرتبطه صح؟ بص يا اولاد درس مهم جدا. احفظ الاول كلمه ثرومبوسايت مش بليتلت. بليتلت انا عارفها. ثرومبوسايت خلاها برضه ايه في دماغي. ثرومبوسايت دي كام عنوان؟ ثلاثه عاديين واثنين جداد. مش جداد ولا حاجه. عايز اعرف جايه منين وعايز اعرف عمرها قد ايه وانا ربطت لك كل واحد. جايه منين؟ سبحان الله يا ميجا 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 كبيره كام ميجا كاريوسايت؟ تمام حلو قوي. عمرها قد ايه؟ زي اوعى تنسى الحاجات دي. جمع الحاجات دي هتفرق معاك قوي في اخر السنه التجميعات دي. تمام حلو قوي. خش على عنوان الكلاسيك. شيب ديسك شيب سايز اصغر واحده 2 ل 3 ماي. وده لازم بعدها وانت بتذاكر كده وانت بتسال نفسك لازم هي مين اكبر واحده؟ مونوسايت. اوعى تنسى الكلام ده. هي دي الطريقه الصح. نيوكليوس فيه زي مين ده؟ زي الار بي سيز. يبقى هنا مفيش نواه. السيتوبلازم بيتقسم لكام جزء؟ الغامي ده اسمه ايه؟ يرانيومير. واللي فاتح ده اسمه يرانيومير. ده دارك سنترال وده دارك سنترال وده بالايه؟ حلو كده يا اولاد خلصنا اللايف. خش على الالكترو. انا ما عملتش حاجه. جبت الناحيتين الحاجتين اللي انت قلتهم حطيتهم هنا. ادي يانومير وادي ده الكترون وده الكترون. ده موجود فين؟ انا مش عارف الرسمه. هو فين يانومير ده؟ كفر ذا باي سيل ميمبرين اندر سيل ميمبرين. المهم ان هو تحت السيل ميمبرين وخلاص. ماشي. السؤال ده المهم يا ترى اليانومير ده ليه فاتح؟ عشان في مايكرو تيبيول ومايكرو فيلم. وفايدتها منتين الشيب بتاع البليتت الديسك شيب الجميل بتاعك ده. حلو خلصنا دي. تعالى على الجرانيولومير. ما تفكرش كتير. اسمها جرانيولومير منطقه الجرانيول. يبقى فيها حاجتين جرانيول وجلايكوجين.
جرانيول كم نوع بقى يا اولاد؟ ثلاثه. اسامير الفا دلتا لامدا. الفا دلتا ولامدا. لامدا دي خرجها بره اللعبه اخر واحده، عباره عن ايه؟ لايزوزوم. وطبعا عرفنا فايدتها، هي اخر جرانيول وفايدتها هي اخر خطوه في الايه، في الشغل بتاع البريد. بقى عندك الالفا والدلتا، اوعى تقول الفا وبيتا، الفا ودلتا. الفا فيها انت نطقت حرف الاف صح، هتقول الاف ثلاث مرات. اول ماده فايبرينوجين، ثاني واحده بليت درايفد جروس فاكتور، وبليت فاكتور اربعه زي الفل. الدلتا اربع مواد، واحد واخوه اي تي بي واي تي بي، سيروتونين وايه وكالسي، واللمضه دي لايزوزوم. الخطوات دي بقى اديها ارقام كده واحفظ كلمه في كل كلمه، ما تكترش في دقيقه كلمه، وابني عليها بقى بقيه الكلام. اول حاجه يا دكتور كات اوف بلاد فيسل، نادوا على بعض بيت ريجيجيشن، عملوا ثرومبس اسمها بلاد كلوت او بلاج، تمام كده. قلل لنا اقفل لنا يا ابني المحبس، او اقفل لنا الماسوره اللي هناك اللي عماله تطلع ميه دي، يبقى اسمها ايه؟ سيروتونين بيعمل فازو كونستريكشن. بعد كده هتعمل كلوت ريتراكشن، وبعد كده كلوت ريموفال وخلاص. ماشي كده يا اولاد؟ تمام جدا. بص يا ولاد، العنوان اللي بعد كده اسمه هيمو بايوزس. بص هيم يعني دم، بايوزس يعني ايه؟ بص يا ولاد، هيم يعني دم، بايوز يعني تصنيع. الحته دي يا احمد كل سنه لو ما اتلغتش كلها خلاص، على الاقل مثلا هتلاقي ايه نصها اتلغى. فاحنا هنشرح الجزء اللي بنعتقد انه ممكن يجي خلاص، اللي هو لحد ما هقول لك كفايه يعني خلاص كده، والباقي ده هنسيبه للاخر زي اخر جزء خالص في السيتوجينيتك، الجزء بتاع ترانسلوكيشن وبتاع مش عارف ايه، ده متلغى وعلى طول هو بيتلغى في اخر السنه وهتنساه خالص يعني. هيموبايوزس عايز اصنع الدم، تمام. بص يا سيدي، فيها كده الاول صفحه عايز يقول لك قصه بسيطه قوي. طبعا لو قلت لك تعريف مش هكتبه حتى تافه قوي، فورميشن اوف بلاد، بس هو ده التعريف، ما قلتش حاجه. بروسيس اوف بلاد فورميشن او فورميشن اوف بلاد، خلاص. في حاجه صعبه؟ مش مشكله. تصنيع الدم هو ده. اين يتم عمليه الهيموبايوسس؟ ما تقول يا اولاد في البون مارو، صح كده. السؤال هنا بيقول انا عارف ان احنا كلنا بنصنع الدم بتاعنا في المصنع اللي اسمه النخاع العظم او البون مارو، ولكن السؤال يا ترى هل البدايه كانت في المصنع ده؟ لا يا دكتور، ده ما كانتش هنا. تعال بقى نتتبع مراحل البدايه مع بعض. بيقول لك اول مرحله عندك في الفيرست تو ويك ايه؟ فيرست تو ويك اوف فيرتلايزيشن. يعني ايه فيرست تو ويك اوف فيرتلايزيشن؟ يعني يا دكتور طفل عنده اسبوعين صح؟ امال ايه؟ لسه جنين عنده اسبوعين، يعني عايز اقولها له ترى تاني الاسبوع التاني من الحمل. ماشي؟ خلي بالك من الكلام، مش حد يقرا كلمه تو ويك يقول لك اول اسبوعين من العمر. لا يا حبيبي، اول اسبوعين وانت لسه جوه الرحم. فعشان كده هو كاتب فيرست تو ويك اوف فيرتلايزيشن او كونسبشن. تمام؟ طيب معايا كده يا اولاد؟ او عايز تكتب، ممكن تكتب فيرست تو ويك اوف بريجننسي، دي افضل. اول اسبوعين من الحمل، معايا يا اولاد؟ اول اسبوعين من الحمل، تفتكر اصنع الدم في البون مارو؟ هو اصلا كان في بون؟ ده بقول لك اول اسبوعين، يعني الانسان على بعضه كان شويه خلايا. امال اصنع فين يا عم؟ انا عايز اصنع شويه دم. في اليوك ساك، وبالتحديد في مين؟ ميزو ديرم. يعني مش عايز احرجك واقول لك ليه الميزو ديرم؟ اشمعنى ليه مش الاكتو ديرم؟ عشان في معلومه خطيره فظيعه، معلومه ذريه، بتقول لحضرتك ان البلد جزء من الكونكتيف تيشو، والكونكتيف تيشو اصله ميزوديرم، فطبيعي يعني تصنع دم في الميزوديرم. تمام. ثانيا، هو الجنين في الاسبوع الثاني كان حلته ولا شويه الحاجات اللي انت بتقول عليها دي؟ كان عنده بون، عنده اورجان بقى وكده؟ ما عندوش حاجه، عنده شويه ميزوديرم. خلاص يا عم،
يبقى المعلومه بتقول ان الفيرست 2 ويك اوف كونسبشن او الفيرست 2 ويك اوف بريجننسي بصنع الدم في حته اسمها ميزوديرم، وبسمي المرحله دي ميزو بلاستيك فيز. ميزو بلاستيك فيز هي اول مرحله ويتم فيها تصنيع الدم داخل الميزوديرم، وهذا يتم في الاسبوع الثاني من البريجننسي. طيب المرحله اللي بعدها في الاسبوع السادس، في السكس ويك، الاسبوع السادس ده يا اولادي، يبقى انت هنا بتتكلم طبعا اوف بريجننسي برضو. لا، هنا الشخص ده ابتدى يظهر له اعضاء، ابتدى يظهر له اورجان، تمام؟ فساعتها هصنع فين بقى يا اولادي؟ في الليفر. يبقى الليفر استلم المهمه، استلم الشعله عند شهر ونص من الحمل. انت تشوف واحده حامل اسبوعين، تقول لها الجنين بتاعك دلوقتي ابتدى يصنع الدم في الميزوديرم. شهر ونص قول لها على فكره هو دلوقتي ابتدى يصنع الدم في الليفر، تمام؟ بعديها باسبوع بالظبط، طبعا هسميها هيباتيك فيز اكيد يعني، تمام؟ هسميها هيباتيك. مع الهيباتيك معاها تقريبا او يعني بعدها بحاجه بسيطه، ومش كاتب عندك تاريخ، قال لك رقم 3 اسمها سبلينينج. سبلينينج دي يا اولاد يعني هيصنع برضه فين؟ هو كاتب عندك افتر، يعني قول معاها بعدها بحاجه بسيطه مش مشكله، هيصنع فين؟ في السبلينينج او سبلين يعني في الطحال. كلام جميل جدا. شفت التدريج؟ لازم تحفظ بس اسم المرحله حضرتك، وطبعا ده هيعرفك هي فين والتاريخ. يعني هو السؤال يجي فيه ام سي كيو يقول لك ايه 6 ويك اوف بريجننسي الفورميشن او الهيموبايوزيس اوكير ان ليفر ولا بون مارو ولا مثلا ميزوديرم ولا مارو فباب، فتختار ايه؟ ليفر. هو السؤال بيجي كده بالظبط، يبقى لازم تعرف تحفظ التواريخ دي. ده عند اسبوعين، ده عند شهر ونص من الحمل. يا دكتور هات من الاخر، امتى الشخص ده، امتى الجنين ده هيصنع في البون مارو؟ لما يبقى عنده بون. الكلام ده فين بقى؟ ها، في الشهر الخامس، في الفيفث مانث. ساعتها بقى يكون خلاص الجنين ابتدى يبقى جنين بقى، يبقى انسان عنده عظم بقى وعظم كتير، فساعتها بس هيبقى فين؟ في البون مارو. وهسمي المرحله دي مايلويد فيز. يبقى اذا السؤال طبعا بيفضل بقى في المايلويد فيز لحد ما يتولد ولحد ما يكبر ولحد ما يموت. يعني احنا كلنا كده دلوقتي موجودين في المايلويد ايه؟ مايلويد فيز. اذا هو ممكن يجيب لك السؤال من الاخر في الشفوي، فين يا ابني انت بتصنع بتاع فين في البلد فين ولا فندم في البون مارو؟ هقول لك سؤال بسيط، متى يتم تصنيع الدم في البون مارو؟ الشهر الخامس من الحمل. دي معلومه مهمه ليك انت كدكتور، تمام؟ يستضيفوك كده في برنامج تقول لهم بيبتدي تصنيع البون مارو البلد في البون مارو في الشهر الخامس من الحمل. حلو كده يا عم احمد؟ تمام؟ طيب هتنساها؟ طب سؤال بقى، احنا كده كلنا في انهي مرحله؟ مايلويد. هو مش ممكن الليفر والسبلين يرجعوا تاني؟ ممكن؟ ممكن يا اخي، افرض الراجل اتزنق. واحد يا عم الحاج نزف بوم مارو شغال، نزف قوي، بوم مارو شغال قوي. لا خلاص انا مش قادر، انا جبت اخلي كده، بوم مارو جاب اخره. هتلاقينا يا عم الليفر والسبلين مش كانوا زمان شغالين؟ تعال فكرهم بالقديم بقى واشتغل. يبقى يقول لك ان كلنا في المايلويد فيز كعضل، ولكن الليفر والسبلين كان فورم بلاد انيد. شفتوا الكلمه انيد يعني ايه؟ وقت الحاجه. والله لو انت احتجت في نزيف لا قدر الله، في انيميا شديده، انا مش هستنى بقى البون مارو، انا هطلب مساعده. حلو كده يا اولاد، ستيجز اوف بلاد فورميشن او الفيزز سهله جدا. اول مرحله عند حضرتك اسمها ميزو بلاستيك، ثاني مرحله هيباتيك، ثالث مرحله سبينيك، رابع مرحله ايه؟ مايلويد. مايلويد هو الاسم اللاتيني للبون مارو. خلاص كده؟ احنا هنسيبهم كلهم ونمسك في كلمه مايلويد دي ونفسرها شويه. يعني انا هاجي كده اهو، واكتب لك هنا اهو مايلويد تيشو. مايلويد تيشو، بص معايا، هو الاسم اللاتيني لايه؟ كان واحد بيقول لك لو سمحت كلمني عن البون مارو. البون مارو عايز له تعريف. بص التعريف عشان تعرف تحفظه ازاي وما يقعش منك اي كلمه. ديفينيشن الاول، ايه تعريفه؟ بص يا سيدي،
هو كونكتيف تيشو. حد عنده اعتراض ان البون مارو كونكتيف تيشو؟ لا كونكتيف تيشو ونص كمان. كونكتيف تيشو ده هيصنع الدم، يبقى لازم يكون فيه اوعيه دمويه عشان الحاجات اللي يصنعها تخش جوه الدم، يبقى فاسكولار. هو فاسكولار كونكتيف تيشو. طيب ناقص كلمه، درجه التماسك بتاعته. نخاع العظم ده عامل زي الجيلي شويه، تمام؟ مش ماسك قوي زي العظم اللي حواليه ولا هو ميه، فبالتالي هيحط لك قبلها كلمه جيلاتينيوس. شوف بقى التعريف، جيلاتينيوس فاسكولار كونكتيف تيشو. جيلاتينيوس فاسكولار كونكتيف تيشو بريزنت ان. بريزنت ان دي انا مش عايز اقولها بقى، يعني تفتكر حضرتك ايه موجود فيه؟ في البون مارو كافيتي. ادي التعريف. صعب تعريف ثلاث كلمات يا احمد. جيلاتينيوس فاسكولار كونكتيف تيشو دول اللي تحفظهم. جيلاتينيوس فاسكولار كونكتيف تيشو ده اللي تحفظه وتسمعه لنفسك. بريزنت ان بون مارو كافيتي. خلاص. طيب المعلومه بقى اللي حضرتك ما تعرفهاش، بيقول لك ان البون مارو بتاعنا ده فيه منه نوعين، نوع لونه احمر بقول عليه ريد بون مارو، ونوع تاني ايه؟ يلو. ريد بون مارو ويلو بون مارو. هو مين فيهم بيصنع هو مبدئيا كده؟ ده لونه احمر ليه؟ عشان في بلاد سيل كتيره. وده لونه اصفر ليه؟ عشان في خليه تانيه فات سيل كتيره. يعني واحد فيه دهون كتير، واحد فيه بلاد سيل كتير. اللي فيه بلاد سيل كتير لونه احمر، واللي فيه دهون كتير لونه ايه؟ اصفر. طيب بالمره بقى مين فيهم بيصنع صحيح؟ الاثنين بيصنعوا خلايا؟ لا الريد بس هو اللي بيصنع. ده وقت الحق او ده احتياطي. اكتب كده احتياطي. حلو قوي قوي قوي. طب ده فين بقى وده فين؟ بص كل عظم جسمك ريد ما عدا الشافت اوف لونج بون. بص هحفظها لك ازاي. انت قبل الحصه دي، قبل ما اكتب السطر ده، كان اي حد مثلا يسالك عن البوم مارو او يجيب سيره البوم مارو، اول حاجه بتيجي في دماغي عظمايه كده زي بتاعه توم وجيري، وعندك هنا بوم مارو، تمام؟ واهو مش ده اول حاجه تيجي في دماغك؟ اهو سبحان الله اول حاجه بتيجي في دماغك هو المكان الوحيد ما بيصنعش. تخيل المكان الوحيد ما بيصنعش، اهو المكان الوحيد اللي ما بيصنعش لانه في يلو بتاع الحته دي، تمام؟ يعني اول حاجه جت في دماغك هي دي ما بتصنعش. قول بقى سكال ستيرنم، قول بقى يا عم الاندس دي بتصنع مش عارف ايه، حتى الفيرتبري بتصنع بلاد، انما الشافت بتاع اللونج بون ما بيصنعش. ليه؟ عشان هو فيه يلو. يبقى الريد اللي بيصنع موجود في كل جسم، واليلو موجود فين؟ في الشافت اوف لونج بون. ده ليه ريد وده ليه يلو؟ سؤال جيف ريزون ده، ها؟ الريد فيه بلاد سيل كتيره واليلو فيه فات سيل كتيره. طيب الواد الجنين او الواد اللي هو لسه مولود ات بيرث، ده راجل لسه بيكون نفسه، فكل ربنا سبحانه وتعالى عامل كل البون مارو بتاعه ريد. ده ات بيرث. يا عم ده لسه مولود يا عم، احتياطي بتاعي هو لسه هيكون نفسه، فكله عنده ريد ما عندوش يلو. احنا بقى كادلت عندنا الاثنين، يبقى الادلت عندهم الاثنين، عندهم الريد واليلو. والله بنشتغل بالريد واليلو ده احتياطي. حلو كده يا اولاد؟ يبقى التدريج كالاتي. الاول لا قدر الله حد حصل له نزيف او انيميا، الريد يشتغل على اخره، زادت شويه، لا هات لنا اليلو بقى بالمره احسن، احنا مش هنقدر كده من ايه من كل ده. الريد واليلو اشتغلوا ولسه الراجل محتاج، هات لنا بقى الليفر والاسبرين بالمره. بعد كده خلاص بقى هتنقله دم، تعمل ايه بقى؟ فاهم ازاي؟ هي بتيجي ايه؟ تدريج كده. يبقى الجسم عامل ايه؟ خطوط دفاع ورا بعضها، مش كده يا ولاد؟ واحده واحده معايا. ايه تعريف الميلويد تيشو؟ ثلاث كلمات، ايه هم؟ جيلاتينيوس فاسكولار كونكتيف تيشو بريزنت ان بون مارو كافيتي. كم نوع منه؟ ريد ويلو. الريد ريد ليه واليلو يلو ليه؟ بلاد سيل وايه؟ وفات سيل، تمام؟ هنا بلاد سيل، يبقى كل واحد فيه خليه بتزيد بتدي له لونه. احنا شغالين بانهي واحد؟ الريد. امال يلو ده وظيفته ايه؟
revert او can convert to read النيت. تمام كده؟ السايت عشان تريح دماغك بدل ما توقف دماغك تقرا كلام كتير. هي حاجه بسيطه قوي، كل عظم جسمك ريد بيصنع ما عدا المكان الوحيد اللي هيجي في دماغك الشافت بتاع اللونج بون داينه وما بيصنعش. ماشي كده يا ولاد؟ حلو قوي. طيب بما ان الريد ده هو كل في كل، فهتلاقيه كده يقول لك مكوناته. طبعا اكيد يعني اكيد بيصنع الدم، يبقى اكيد هتلاقي فيه بلاد سيلز، صح؟ مش دي اصلا سبب ان هو لونه ريد؟ معايا يا ولاد؟ انا عايز احفظك ازاي تكوينه. كلمه سهله قوي يا خالد، انا بقول لك تكوين الريد. الريد بقى انا خدت حاجه معينه، اول حاجه تكتبها بلاد سيل وتكتب انها كتيله كمان، ده هي دي سبب ان هو ريد اصلا، مش كده؟ واكيد برضو بلاد فيسل. ليه بلاد فيسل؟ عشان الخلايا اللي حضرتك هتصنعها مش هتحوشها معاك، هتطلعها في الدم عشان ايه؟ تمشي بيها في جسمك. بس انا مش هكتب بلاد فيسل، بلاد فيسل دي ده وعاء دموي عادي، هكتب بلاد ساينوسويد. الشابتر اللي قبل الاخير في في الترم ده في المنهج هنعرف يعني كلمه ساينوسويد. بس انا هقولها لك كده مبدئيا يا احمد، ساينوسويد في الاناتومي في الفسيولوجي في الهيستولوجي وعاء دموي كبير، ماسوره كبيره بيسموه بحيره. تعرف الكلام ده في الاناتومي السنه الجايه، بحيره دمويه، يعني مش حاجه بلاد فازل كده اللي هو، لا لا لا، ساينوسويد مش كده وبس، ده وعاء دموي كبير لارج، وكمان هتلاقيه مكتوب عندك فينستريتد. لارج فينستريتد يعني ايه فينستريتد؟ مخرم، يعني الفتحات ما بين الخلايا. بص ده وعاء دموي عادي، وعاء دموي عادي اهو، انبوبه. الساينس الساينس مش كده، والساينسود مش كده، الساينسود عامله كده كبيره قوي لارج وفينستريتد مخرمه بالمنظر ده. طب فينستريتد ليه؟ في حاجه اريد اقول حاجه اساله في حاجه اقول فينستريتد ليه؟ عشان اخلي الخلايا اللي انا بصنعها تخش جوه الدم. طب هو ممكن الخلايا تطلع بره كمان؟ اول باراجراف في كتاب الفسيولوجي بتاع حضرتك بتاع كارد يقول لك ايه؟ سيركيولاتوري سيستم از كلوز سيستم، البلد دونت جيت ان كونتاكت ويز تيشو اكسبت ان بون مارو ليفر سبلين. هيوريك حاجات ما علينا. بص يا اولاد خليكوا معايا، يعني معنى كده ان الدم عشان فيه ساينوسويد ممكن يحتك مع البون مارو. عادي، ايه اللي فيها يعني؟ ما هو مع الليفر والسبلين وبون مارو الدم تلاقيه هيخرج. لما اخد السبلين اخر شطه اقول لك ان الدم خلايا الدم بتخرج كده، تخرج بره الوعاء الدموي وتمشي كده ما بين خلايا السبلين عادي جدا، تمام؟ ونفس الكلام بيحصل في البون مارو، وده راجع لان كلمه ايه؟ ساينوسويد. اخر حاجه، الهيلمان ده كله بلاد سيل وبلاد ساينوسويد مش محتاج له كبسول؟ وانا قلت لكم الترم الاول الكبسول في الهيستولوجي بندلعه بنسميه ايه؟ ستروما. طبعا مش عايز اقول لكم بقى تركيبها ايه عشان ما نرجعش. كلمتين ريتيكولار، ريتيكولار سيل وهتصنع ريتيكولار فايبر، ماشي كده؟ يبقى اذا تكوين الريد بون مارو كام حاجه؟ ثلاثه، بلاد سيل، بلاد ساينوسويد اند ستروما. بلاد سيل، بلاد ساينوسويد اند ستروما. الستروما بتتكون من ريتيكولار سيل وريتيكولار فايبر. وعلمني كمان على ايه؟ على اسمه فايبروبلاست وماكروفاج، هتلاقيهم برضو من تكوينات الستروما. فايبروبلاست وماكروفاج. فايبروبلاست دي كده كده لازم اي كونكتيف تكون موجوده فيه، لانها اهم خليه. ماكروفاج طبعا ده يا عم مصنع، واي مصنع محتاج امن حواليه، والماكروفاج هي الامن اللي موجود في المكان عشان تعرف تصنع براحتك. فهمنا كده يا ولاد؟ طيب انا كده خلاص، بس هفهمك بس حته عشان الحصه الجايه، حته صغيره خالص. بص يا ولاد الحصه الجايه ان شاء الله هنبتدي شابتر المصل ده اولا، وتعمل حسابك في حاجتين. الحاجه الاولانيه ان الحصه الثالثه الاسبوع ده وانا بقول اهو هعمل امتحان على البلاد، اول حصه في اخر الحصه بمزاجي بقى يعني، تمام؟ بس هيبقى امتحان في السريع كده خلاص، مش عارف برضه بمزاجي، مش عارف برضه هقول لكم ايه وقتها.
تمام؟ يبقى انا بقول اهو مش النهارده، يبقى يوم الاربعاء والخميس، انا اخد الاربعاء او الخميس هيبقى فيه ايه امتحان في اول او في اخر الحصه على البلاط ده. نقطه. النقطه الثانيه، الاسبوع الجاي برضو تعمل حسابك ان انا هزود حصه لها ميعاد كده، يعني ايه ميعاد يكون مناسب للناس كلها في اخر اي يوم عشان عايز اراجع. نعم حاضر. ما هو متاخر عشان يبقى مناسب الكل، تمام؟ حاجه كده مناسبه الكل، وراجع بقى، راجع بقى البلاط تاني، راجع الترم الاول، راجع الاحياء بتاعت سنه ثالثه، ما تعرفش اي حاجه هراجعها وخلاص، تمام؟ وانا براحتي بقى. بص يا اولاد، اخر حاجه الحته دي فيها مش مهمه بصراحه، بس هي فيها وفي مارخ قوي. بص يا اولاد، انا يعني هشبه لكم الموضوع ببساطه شديده. دلوقتي خلايا الدم اللي احنا خدناها، ركز معايا بس في الحته دي وخلاص افهمها، خلايا الدم اللي احنا خدناها، مش احنا خدنا ار بي سيز واي بلاد سيلز وبليتليت، مش دول مكونات الخمس خلايا دول؟ دول كده الخلايا دي هنسميها ماتيور سيل. ماتيور سيل اللي هم الخلايا اللي احنا عارفينها الكبيره دي. طيب الخلايا دي لما جت تصنع في البوم مره اتصنعت على طول كده، طلعت كده ولا ليها خلايا قبلها؟ ليها مراحل قبلها؟ لا مراحل قبلها. طيب الخلية الأم بتاعت كل خلايا الدم اسمها بلورو بوتينشيال هيموبيوتيك ستيم سيل. حلو كده؟ حد في مشكلة؟ طيب ما بين دي، طب أنا كده فهمت لحد دلوقتي إيه؟ ان دي خليه ستيم سيل، في اسمها ستيم سيل يعني خليه جذعيه. اكيد بقى يا غالي عشان انت تقصد انها تنقسم تديك ماتيور سيل على طول، صح؟ يعني يبقى عندك بلورو بوتنشال دي وبقيتك تنقسم تديك ار بي سيز، واللي بعدها تنقسم تديك بليتليت. مفيش كده، امال ايه؟ والله يا فندم هي بتاخد مراحل الاول، يعني دي بتنقسم الاول تديك حاجه اسمها بروجينيتور سيل، والبروجينيتور دي ترجع تنقسم تدي خليه اسمها بروكيرسور. بروكيرسور يعني مصدر، وبروجينيتور يعني بتولد، وبعد كده تديك الماتيور سيل. برضه دكتور عايز افهمها، مش اي واحد اسمه بيتكون من اربع اسامي، اسمه رباعي، اللي هو ايه؟ اسم الشخص وبعدين اسم الاب وبعدين الجد وبعدين العائلة. أنا عايز أوصل لك المعلومة دي، إن أي خلية خدناها من خلايا الدم ليها بروكيرسور وليها بروجينيتور وليها إيه؟ وليها اسم العيلة، واسم العيلة ده ثابت اللي هو إيه؟ دي ما بتتغيرش، إنما الجدود مختلفين، في كذا جد والآباء كتير، وهم طبعاً الأبناء نفسهم. فهمتني؟ فهمت يعني إيه؟ يبقى كلمة بروكيرسور، الار بي سيز ده بروكيرسور، اسمها بروكيرسور سيل، هقول لك اسمها بعدين القصة الجاية، والبروجينيتور واسمه ده والبريتت ليها بروكيرسور، والواي بلاد سيل ليها بروكيرسور، كلهم ليهم اب، اساميه مختلفة بس في الأول وفي الآخر كلهم تحت عنوان إيه؟ بروكيرسور. بروجينيتور ده اسم الجد، تمام؟ وكل اسم العيلة كلهم إيه؟ يعني الار بي سيز كذا كذا اللي هي في الاخر اسمه بلورو بوتنشال هيموبايتوك ستيم سيل، ده العيله، ده الجد الكبير بقى بتاعهم كلهم. طب الجد الكبير بتاعهم كلهم ده له وظيفه؟ له وظيفه ده الجد الكبير. احنا عايزين نتكلم عن ده الاول، احنا مبدئيا اتكلمنا عن دول، دول اللي هو اول الشطر، كل الشطر كله خلصنا الماتيور سيل، صح؟ اتكلمنا عن ار بي سيز وواي بلاد سيلز والبريت كلهم، عايزين نعرف دول بقى مين الجد ده، الجد الكبير ده، الخلية دي لها وظيفة يا ولاد؟ طول ما أي خلية في جسمك اسمها ستيم سيل ما لهاش وظيفة لأنها تنقسم، يبقى الطبيعي أقول لك إنها undifferentiated، ما لهاش وظيفة. طب ما وظيفتها إيه؟ بروليفريشن، إكستنسيف بروليف، يعني إيه بروليفريشن؟ بلاش يا عم بروليفريشن، قول إكستنسيف ديفيجن، تنقسم بشدة. ما لازم يا دكتور تنقسم بشدة، ما ده أصلا وظيفتها. حلو كده يا ولاد؟ طب لما تنقسم هتدي الماتيور؟ لا تدي البروجينيتور الأول. حلو كده؟ طب ماشي، أنا يا عمي عندي بوم مرض وفتحته بصيت جواه، هتلاقي الأربعة، هتلاقي الأربعة غلط،
هتلاقي حبة كده دول وشوية جدود وأباء، وهتلاقي متور سن كتيرة يعني كل المراحل موجودة قدامك. دي هتلاقيها بتمثل 1% من خلايا البومر. يعني انت لو فتحت اي بومر وخدت عينة في معمل تحليل وبصيت فيها هتلاقي الستيم سيل دي بتمثل قد ايه؟ 1%. الواحد من 10% ده مهم قوي. تسمع الخلية واحد يقول لك ايه بينقل له نخاع العظم عملية، هو بينقل له دي بالذات على اساس ان الشخص ده عنده مشكلة مثلا في الخلايا، ما عندوش خلية معينة، عنده مثلا سرطان لا قدر الله، او عنده أبلاستيك انيميا، عنده مشكلة في المصنع، فبتيجي شخص تاني بتنقل له دي وتسيبه بقى. دي هتنقسم تدي دي ودي تدي دي ودي تدي له ماتيور سيل اللي هو عايزه. ماشي كده يا اولاد؟ طيب في معلومه كده يعني عشان ام سي كيو، بيقول لك ان الجد الكبير اللي هو البلورو بوتينشيا احفاده بقى اللي هناك خالص ماتيور سيل، حد كده يقول لي هم مين؟ ار بي سي واي بلاد سيل ومين دول احفاده؟ طب الواي بلاد سيلز كام واحده؟ 5. اخر 2 فيهم المونوسايت وايه؟ الليمفوسايت. كان في منها كام حجم؟ 3 اللي هم سمول وميديم وايه؟ بيقول لك ان الجد الكبير ده شبه السمول ليمفوسايت قوي. بس ساعات كده مثلا وانتوا قاعدين كده عيله يبص الواحد كده يقول لك الواد ده شبه جده قوي. ما هو سبحان الله مكتوب كده. تمام؟ فعلا خلية البلورو بوتينشال أشبه ما يكون بواحد من أحفادها اللي هم مين؟ السمول ليمفوسايت. تمام؟ يعني أنت تحت الميكروسكوب لو واخد عينة من بوم مارو وتشوف خلية تتركز الأول دي سمول ليمفوسايت ولا بلورو بوتينشال؟ إن دي جد وده الإيه؟ الأبناء الصغيرة. مش كده يا أولاد؟ شوف المعلومات اللي كاتبها هنا، هي أندفرانشيتد، بتعمل إكستنسيف بروليفريشن هنا بسمة، تمثل 1% خلاص؟ و سمول ايه؟ سمول ليمفوسايت، شبه السمول ليمفوسايت قوي. تمام؟ نقول كمان حته صغيره؟ لا محبه؟ خلاص ماشي خلاص.